اهلا ومرحبا بكم في هذه السهرة الرياضية، هذه الحلقة الجديدة من هاف تايم على رؤية. الحديث سيكون اليوم بكل تأكيد عن الانجازات الأردنية اينما كانت، عن انجازات كبيرة تتحقق في جميع المحافل العربية الآسيوية وايضا العالمية. وما كما عودتنا، التايكوندو دائما فهي منجم للميداليات في كل البطولات. سنتحدث اليوم عن انجاز كبير، انجاز يعني تعودنا عليه من بطل كبير وأيضا من مدرب كبير، لكن هذه الإنجازات بنتمنى أنها دائما تتواصل، بنبحث أنها أكثر وأكثر تكون موجودة معنا. فبكل تأكيد حلقتنا اليوم راح تكون وراح نسلط فيها الضوء على نجوم كبار في عالم التايكوندو. راح أبلش في المدرب الوطني القدير، مدرب منتخب السيدات، الكابتن فارس العساف. معنا مساء الخير كابتن فارس، أهلا وسهلا فيك. مساء الخير فيك، الله يعطيك العافية. وأيضا فراشة التايكوندو الأردنية، لؤلؤة التايكوندو الأردنية، الكثير من الألقاب تغنت بالنجمة الأردنية دانا حيدر معنا اليوم ومنوريتنا بالاستوديو. مساء الخير دانا، وأهلا وسهلا فيك. راح أبلش معك، أي لقب أكثر بتحبيه؟ كل الألقاب حلوة، يعني أكثر واحد، أكثر واحد لؤلؤة التايكوندو. لؤلؤة التايكوندو راح أكيد نكمل معك فارس. إنجاز كبير بكل تأكيد للؤلؤة التايكوندو دانا حيدر، فضية آسيا بكل تأكيد حققتها دانا مؤخرا، ترتيبها السادس على العالم بكل فخر واعتزاز. بطلتنا أولمبية، راح تشارك بالأولمبيات وراح نتحدث كثير عن هذا الموضوع، عن استعداداتها في هذه الحلقة مع فارس ومع دانا. فارس راح أبلش معاك، بطولتنا الآسيوية كيف كانت؟ بطولة آسيا طبعا هي معروفة أن بطولة آسيا من أقوى البطولات في القارات، في جميع القارات، لأنه بطولة آسيا بتضم أقوى الدول في التايكوندو، كوريا، إيران، الصين، تايلاند، هاي الدول اللي دائما هي متصدرة بطولة العالم، فهي دائما موجودة معك لبطولة آسيا. فبطولة آسيا دائما بتكون من أقوى البطولات، لأنك أنت بتنافسهم يعني حتى بتلاقيهم مباشرة، يعني دائما لعبت أول مباراة مع تشاينيز تايبي، تشاينيز تايبي من الدول القوية بالتايكوندو، ولعبت برضو مع إيران، فهاي من الدول القوية اللي بالتايكوندو. فبطولة آسيا دائما قوية لأنه فيها الدول القوية. يعني شوف، احنا في هاي البطولة كنا متابعين الأخبار، وخصوصا منك انت كل شوي تنزل خبر عن الموضوع. انا كنت من جوا مطمن انه دانا راح تحقق انجاز، لكن بكل تأكيد يعني هي مهمة صعبة كانت، فكل التحية لك ولدانا. دانا راح أسألك عن هاي البطولة، يعني دخلت فيها، كيف كانت الاستعدادات وكيف كان وصولك للمباراة النهائية وحصولك على فضية آسيا؟ هلا بالبداية بدي أشكرك طارق، وأشكر قناة رؤية على استضافتنا، ويعني أول إشي الحمد لله، يعني إنجاز الحمد لله منيح. يعني أنا بالنسبة لي أهم إشي إنه أحافظ على مستواي وأضل يعني إنه أحقق إنجازات. طبعا الجهاز التدريبي كابتن فارس، كل حدا ما قصر معي. بطولة آسيا زي ما حكى بطولة كبيرة، وكان يعني واجهتنا جيمات صعبة زي ما تحكي ودول قوية، بس يعني بالنهاية الاستعداد اللي استعدنا لبطولة آسيا كان يعني منيح، والحمد لله يعني مشيت أمورنا. طيب كيف كانت مبارياتك في هاي البطولة؟ هلا أول بطولة زي ما حكى كوتش فارس مع تشاينيز تايبي، تشاينيز تايبي يعني تايوان من الدول كتير قوية، انتهت النتيجة 3-1. هلا بعديها واجهت فلبين، كانت مباراة قوية، بنص المباراة كانت النتيجة تقريبا 5-1، وبنص المباراة يعني ضربتها ضربة قاضية زي ما يحكوا، فطلعت بالنتيجة القاضية. المباراة الثالثة كانت مع إيران. إيران دولة يعني بنحسب لها كثير متطورة بالتايكوندو، بالضبط مزبوط، وفي عندها أبطال كثير، فيعني درسنا الجيم منيح والحمد لله. يعني ثالث جولة انتهت النتيجة 22-10 عدم أهلية. احنا بالتايكوندو يعني لما يصير فرق 12 بوينت بيكون انه بنتهي الفايت بانه عدم أهلية. الجيم الأخيرة كانت مع كوريا، كان يعني كوريا معروفة هي صاحبة اللعبة، بس مع هيك يعني إن شاء الله بالمرات الجاي إنه بقدر إنه أفوز وبقدر إنه أجيب. انتهت الجيم ب
تقريبا 13/8. 13/8 صح. طيب كابتن فارس، يعني بكل تأكيد بكل مباراة كان لها حسابات مختلفة مع دانا، كيف يعني خليت دانا تستعد لهي البطولة؟ كيف تعديت هاي المراحل وصولا للنهائي؟ يعني أنا أحكي على الاستعداد العام للمنتخب، كان بس قليل، عبارة عن شهر بس. دانا هي ما شاء الله عليها، يعني من اللاعبات اللي بحافظوا حالهم طول السنة، فهي كانت تتدرب من طول السنة حتى شاركت على فقط خاصة بطولة البحرين الدولية، كان ضمن الاستعدادات لبطولة آسيا. صح. وقدرت أنها هي تصل للمستوى، لأنه قلت لك هي بتحافظ على حالها طول السنة، يعني من اللاعبات المميزين اللي بحافظوا حالهم طول السنة، ما بيحاولوش إنهم بيلعبوا عشان إنه في يوم منتخب أو فش منتخب، هي تدرب طول السنة إلها. وهذا كمان في دور منه للأهالي، وأنا يعني بشكل خاص بوجه تحية لأبوكي لأمك، لأنهم دائما حتى يعني أخبار دانا على رؤية بيحكوا معي تليفون، فازت، وين الخبر نزل، يعني يعني هذا بين اهتمام. فبتمنى من كل الأهالي يعني دعم يعني النجوم اللي عندهم المواهب، اللي عندهم الخبرة، حتى إنه يعني يوصلوا للي وصلته بكل صحيح. تأكيد دانا، تفضل فارس. وبرضه قرعتها ما كانت، يعني القرعة ما عملوها على التصنيف، لو عملوا قرعة على التصنيف بيكون راس مجموعة، يعني هي بتيجي من ثاني آسيا، فهي اجت لعبت مع لعبة تشاينيز تايبي من أول مباراة، واستطاعت أن تفوز عليها 3-1، كانت مباراة كثير قوية. وثاني مباراة مع الفلبين طلعتها بالضربة القاضية، في يعني نادر انه بنت تضرب بوت سايد على المعدة مش على الوجه وبتطلع قاضية. المباراة الثالثة الأهم يعني بينها مع إيران، انه يعني لاعب أردني بيطلع لاعب أردني بيطلع لاعب إيراني عدم أهلية، هاي شيء جديد، على أول مرة بتصير بالأردن انه لاعب أردني يطلع لاعب إيراني، إيران أبطال عالم يطلعوه عدم أهلية، شيء جديد. والمباراة النهائية كانت لها ظروفها، يعني هي المباراة كانت تعادل من أول جولة مع كوريا، وثاني جولة كانت مباراة قريبة، بس انه الظروف صارت بآخر جولة يعني شوي لصالح كوريا. طيب دانا، يعني هاي البطولة وصلت فيها للفضية، لكن انت بدك تشاركي بالأولمبياد بكل تأكيد، وعندك أيضا محطات كثيرة قبل الأولمبياد، خلينا نحكي إيش ناوية لبعدين. لكن قبل هذا الحكي بدي أسألك، أنه انت تعرضت لإصابة كثير قوية، فيعني كيف تعديتي هذا المجال، كيف تمكنتي من تجاوز هاي الإصابة؟ أول إشي بدي أشكرك على سؤالك. أنا ب 2012 بأولمبيكس لندن، هي حرمتك من المشاركة بالأولمبياد؟ صحيح. هلا أنا انصبت تقريبا قبل بأسبوعين من المشاركة بأولمبياد لندن، وكانت إصابة كتير قوية، اضطريت إنه حتى إنه يعني أعمل أخضع لعملية. فحمد الله، يعني هذا الإشي أنا كتير فخورة فيه بحياتي، إنه رجعت بعد إصابة، وإصابة كتير قوية، ويعني رجعت بعد، يعني بتعرف واحد يوصل لأولمبياد وما يقدر يطلع بالضبط. فبعديها رجعت وأهلت حالي، ويعني اشتغلت على الإصابة إنه أرجع حالي، والحمد لله أول مشاركة شاركت فيها كانت بطولة العالم ب 2013، وأحرزت فيها فضية، والحمد لله كانت هاي أول فضية بتاريخ الأردن ببطولة عالم للفئة الكبار. في أحرزنا بال 95 ميداليتين برونز، ويعني وللسيدات والرجال، يعني هاي كانت أول فضية، فهذا يعني إشي أنا بفتخر فيه، والحمد لله إنه قدرت أحققه. طبعا ما بنسى كمان. ما بنسى فضل اي حدا يعني علي. وحابه يعني اكد على موضوع الاهالي، يعني انت حكيت طارق، يعني اهلي من اكثر الناس الداعمين لي، مزبوط. من اكثر الناس اللي بيامنوا بدانا بقوتها وبوقت لما يصير في ضغوط علي. وحابه اشكر يعني كل حدا دعمني. حابة أشكر كمان Desert Force Training Center، قدم لي قبل زي ما حكى أستاذ فارس، كنت أتدرب معهم كمان فتنس، يعني قدموا لي دعم فتنس تدريب بالجيم ومع مدربينهم يعني سبونسر. أكيد يعني بالضبط، هي استعدادات حلوة فارس. أيضا يعني أعضاء المنتخب حققوا إنجازات وحققوا ميداليات، خلينا نحكي عن المشاركة بشكل عام. المشاركة بشكل عام كانت إيجابية، يعني نظرا لمدة الاستعداد اللي لفي، أن اللاعب رعد حصل على الميدالية البرونزية، وعندنا ريما عنامبر كمان حصلت على الميدالية البرونزية بالإضافة لدانا،
وفي عندنا شاهد طرمان خسرت على الميدالية البرونزية، خسرت بسبب الإصابة يعني، آخر شيء كانت فايزة على الميدالية البرونزية راح تجيب، وأن أكثر من لاعب خسر النقطة الذهبية على الميداليات البرونزية، فكان هو هذا كله طبعا استعداد للأسياد إن شاء الله أنهم يجون. راح نحكي عن الأسياد. فارس، مين بتشجع بكأس العالم؟ برازيل. دانا برازيل. يعني أكيد بتشجعي نيمار، وانت بتحب نيمار؟ برشلونة. ما بحب نيمار. نيمار، انا ما بحب نيمار، انا بشجع برشلونة. طيب خلونا نشوف هالفيديو الخاص عن نيمار بما انه ضيوفنا بيشجعوا البرازيل، بنشوفه بنرجع. He was probably ready in 2010, but at 17 Neymar was given a gift Brazil has not often afforded its prodigies. Time. Held out of the World Cup squad then, Neymar da Silva Santos Jr. is ready now. Ready now to be the face of the host nation's quest for its sixth World Cup trophy. Midfielder, winger, striker, Neymar's flair and versatility gives the Brazilian squad almost an extra man. The Golden Ball winner at the 2013 Confederations Cup, now making his mark in La Liga with Barcelona, but ready to return to ignite his home fans with pace, energy, and explosive skill. اهلا بكم من جديد في هاف تايم، بنواصل الحديث مع ضيوفنا الكرام حول التايكواندو، لولا التايكواندو الاردنيه دانا حيدر، وايضا مدربنا الوطني القدير فارس العساف، راح نواصل معهم الحديث لكن خلونا نروح في فاصل قصير ونعود، خليكم معنا. اهلا ومرحبا بكم من جديد في هاف تايم، بنوصل حديثنا عن انجازات التايكواندو الاردنيه بالتحديد فضيه اسيا والنجمه لؤلؤه التايكواندو دانا حيدر، وايضا مدربنا الوطني القدير الكابتن فارس العساف ضيوفنا ومنورينا اليوم في هاف تايم. فارس، يعني العين دائما على دانا، بدها تحقق انجازات، هلا المطلب بدنا ميدالية أولمبية، هيك عارف عارف لحالك الحكي، فجاوبنا عليه وطمنا. طبعا ان شاء الله يعني دانا قريبة الميدالية الأولمبية، يعني انت لما تجيب فضية بطولة العالم وبرضه ميدالية بطولة آسيا خصوصا بطولة العالم، انت قريب من الميدالية الأولمبية، بس برضه الميدالية الأولمبية بدها يعني تحكي انت ب 2016 بدها شغل من هون 2016، فاحنا هلا طالعين على ب 1/7 ان شاء الله طالعين على تشاينا، أن الجراند بريكس، هاي الجراند بريكس بيشارك فيها بس أفضل 30 لاعب في الوزن، فهي دانا زي ما حكيت تصنيفها السادس، فهي من أفضل 30 لاعب برضه، يعني مش راح يطلع 30 لاعب، مش راح يطلع 30 لاعب من ال يعني هم نفسهم راح يلعبوا الأولمبيك، يعني هم أفضل 30 راح يضلهم بتدوروا بين بعض، بس هم راح يطلعوا ب 30. عندها بعديها كمان كوريا أوبن تشون تشون مصنفة 20 نقطة، عندها كمان إن شاء الله بشهر 9 الجراند بريكس الثانية بكازاخستان، وكل هذا من الاستعدادات، واحنا ان شاء الله انه يعني ان شاء الله انه نضل مستعدين ونتطور من هون لل 2016 وان شاء الله نجيب اول ميداليه رسميه. طب كيف ممكن نضلنا احنا نحافظ على تصنيف دانا، كيف ممكن نضلنا نحافظ على التاهل للاولمبياد، يعني اول ستة على العالم يعني لهم بكل تاكيد تاهل وما الى ذلك، يعني خلينا نحكي عن هذا الموضوع. هو هذا الموضوع انه مطلوب منا احنا ومن الاتحاد ان شاء الله انه يدعمنا انه نشارك كل البطولات التصنيفيه، يعني بطوله جراند بريكس 40 نقطه، بطولة كوري أوبن 26 نقطة، ففي بطولات كثير تصنيفية احنا ما رحنا عليها، عشان هيك احنا برضه تراجعنا يعني في السنوات ما تراجعنا، في بطولات ما رحناش عليها، واللعيبة الثانيين عم بتقدموا، يعني في لعبة كرواتيا اللي دانا فازت عليها بطولة العالم بالسيمي فاينال، صارت قبل دانا لأنها شاركت بطولات أكثر مش لأن هي أحسن كسبت نقاط، فهي شاركت يعني مثلا شاركت بالأقصب بمصر، شاركت بالفجيرة، فكل هاي جات فيها نقاط احنا ما شاركنا فيهم، برضه لعبه مصريه يعني دانا فازت عليها كمان بطوله العالم. دانا مش مخلي حدا، الحمد لله. الحمد لله. ان شاء الله تستمر الامور زي هيك ان شاء الله. فكل هذول عم بيشاركوا، احنا لازم مطلوب مننا نشارك، بس برضه نشارك بضمن خطه، يعني مش انه مثلا نروح بس انه نروح وما نروح، لازم يكون في فترات راحه وفي فترات اعداد عام وفي فترات للبطولات وزي هيك،
فان شاء الله انه اللجنه الاولمبيه والاتحاد يدعمنا وان شاء الله نعمل خطه يعني يكون صحيح ومضبوط. يعني كل ما كل ما نحكي عن التايكوندو ايضا بخطر ببالي دائما النجم وايضا الكابتن القدير قديم سامر كمال. انا يعني يعني بوجه له كل التحيه والتقدير واتمنى انه عم بيحضرنا لانه احنا اشتقنا له واكيد بنتمسي عليه. دانا يعني كابتن فارس كان واضح بكلامه، هلا انت بدك إشي للأمام حتى إنه نقدر ننافس في الأولمبياد، فرأيك بهذا الموضوع شو بتحتاجي حتى إنه نضمن ننافس على ميدالية؟ هلا أول إشي أنا بدي أأكد شغلة إنه فيش إنجاز بيجي بالصدفة أبدا، ما في أي إنجاز بيجي بالصدفة، كل إشي حسب التعب الواحد وكله حسب يعني زي ما حكى كوتش فارس الخطط اللي محطوطة. بالنسبة إلي أنا يعني بحب إنه بحب اللعبة وبحب أشتغل على ضمن خطة يعني مدروسة وضمن تدريبات صحيحة طبعا مع كوتش فارس ومدربين الفتنس. صار في شوية خربطات بخطتنا، ما عم تمشي الأمور يعني 100%، بس بالنهاية يعني أنا مبسوطة باللي أنا بعمله. بالنسبة إلي التايكوندو يعني هوايتي وأنا كتير بحبها. الواحد زي ما بتحكي بتأقلم على كل الظروف، يعني كل إشي الواحد بحكي إنه ما في مشكلة وبمشي، بس إنجاز أولمبي ميدالية أولمبية أول مرة بتاريخ الأردن بدها تعب، بدها تعب مش بس من فرد أو بدها فردين، بدها تعب وبدها أيضا تخطيط، بدها تخطيط طيب بدها بالزبط. ميزانية محطوطة صح، بدها يعني كيف أحكي لك هذا كله بندرج تحت التخطيط، بدها يعني بدها شغل صح. الصدفة بعيدة، الرياضة كتير بعيدة عن الصدفة، الحظ ممكن نحكي مزبوط، الرياضة بعيدة عن الصدفة. إذا جد بدنا ميدالية أولمبية لازم يعني كل واحد ياخذ مكانه الصحيح، وإنه نكون يعني كلياتنا نساهم بهذا الإنجاز، سواء من خلالي من خلال أي لاعب تاني. يعني هذا بالنسبة لي إنجاز للأردن، وأنا بطمح بأي يعني بكون كثير مبسوطة بأي إنجاز بيصير للبلد. إحنا أكيد بنكون كثير مبسوطين. فارس بحاجة للاستعداد، بحاجة للتخطيط السليم، شو المطلوب من المدربين من الإدارة الفنية من الاتحاد حتى أنه نوصل بنجوم منتخبنا الوطني ومنهم دانا للأولمبيات والحصول على الميدالية؟ يعني أنا أتوقع أنه باقي الدول العالم هم حاطين لاعبتهم الأولمبيين من بس خلص 2012 حطوا اللاعبين الأولمبيين وصاروا يشتغلوا عليهم. فأتمنى أنه نحط المنتخب الأولمبي، نحدد اللعيبة، لأنه صار التأهيل مش عن طريق بطولة العالم، صار التأهيل عن طريق التصنيف. أتمنى أن نحط الفريق الأولمبي يكونوا مش شباب أو فريق رجال، نحطهم ونصير نحط لهم نشارك فيهم بطولات زي هيك، لأنه تيجي تحكي بآخر 2015 هذول هم اللاعبين الأولمبيين ويلا روح ما بنفعش. يعني صار الموضوع أنه لازم تحط اللاعب الأولمبي وتشتغل عليه، لأنه زي ما حكيت بطل في كان زمان في التأهيل انك تلعب بطولة العالم، بطولة عالم هلا فيش بطولة عالم، هلا في انك انت شو تصنيفك بتتأهل، فيش غير تصنيف بدك تروح على بطولة آسيا، وبطولة آسيا برضه اللي تأهل منها بس كل وزن اثنين، زمان كان يتأهل ثلاثة هسه بتأهل اثنين، والاثنين برضه مش يعني مش سهلة بآسيا انك انت بتجيب ذهبية او فضية، يعني الموضوع مش 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 سهل يعني. فإن إذا ما كانش في منتخب أولمبي محدد وتخطيط له ومشاركات وهيك ما راح يعني راح يكون الوضع صعب. أكيد بنتمنى لكم التوفيق. دانا يعني أخيرا تطلعاتك للمستقبل، شو في عندك مشاركات حتى أنك تواصل الإعداد؟ هلا في مشاركات كتير زي ما حكى كوتش فارس، في عندنا بطولات أوبن كتير كتيرة يعني خلال السنة. نظام الاتحاد الدولي للتايكوندو تغير، صاروا يعني خلال السنة في أكثر يمكن من 50 بطولة مفتوحة جميعها فيها نقاط للتصنيف، جميعها مصممة. هلا إحنا إذا حكينا بدنا نشتغل بطريقة بروفيشنال ونكون إن شاء الله إنه نحرز ميدالية أولمبية، طبعا كل حدا مشكور لجهوده اللي بيعملها. بدنا أكتر، ما بدي أحكي، بدنا تخطيط وبدنا يعني كيف أحكي دعم، سواء من الاتحاد نفسه، اللجنة الأولمبية، الشركات. إحنا كمان بنمثل البلد وبنمثل حالنا، يعني في كمان بطولات
كثير مهمه بتنعمل برا زي جراند بريكس هاي انفيتيشن لكل وزنين دعوه لافضل 30 لاعب. يعني هاي شيء مش سهل. رح تكون مغطيه اعلاميا كثير كبير بشكل كبير زي ما بطوله العالم مغطيه كانت من الجزيره. وطبعا رؤيه مشكوره ما قصرت في بالنشر دايماً. يعني في ممكن نحكي انه اذا كاتفنا كلنا سوا كمؤسسات بلد وكبلد وكلاعبين وإداريين وكلنا مع بعض ممكن نحقق هذا الإنجاز إن شاء الله. بتحقق هالإنجاز وبنشوفك على منصات التتويج في الأولمبياد. ألف مبروك. شكراً حيدر. شكراً إليك على الحضور. وشكراً على هذا الكلام الجميل. شكراً كابتن فارس. أيضاً متعودين عليك متعودين على إنجازاتك وعلى حضورك الجميل. مبروك فوز مدريد في دوري أبطال أوروبا كمان. شكراً لك على هذا الحضور. أنا حابة أختم المقابلة بشكل سريع دانا. أوكي. بس حابة أبارك لقناة رؤيا على نجم الأردن يلي بصراحة يعني مفخرة لكل الأردنيين ينعمل هيك برنامج بقناة أردنية. انتم مفخره لنا فعليا. الحمد لله. شكرا لك على هالشهاده دانا. تصبحوا على خير. يعطيكم الف عافيه. الى هنا نكون قد وصلنا الى نهايه هذه الحلقه من هاف تايم. لكن قبل النهايه كالعاده حدث في مثل هذا اليوم. تصبحون على خير.